الحكم بيطلب إعادة النقطة للفيديو من أكتر من زاوية. وقت مهم طبعا، الحكم مش عايز يعني ياخد قرارات مصيرية. وفعلا نور الشربيني بقى بنقطة جزائية كده حكم الفيديو يلحقها يا كابتن تامر. هو يعني يلحقها، يعني هي بعد التقدم 9-4 وبعدين 7-9 هدية قدمتها هانيا الحمامي في الكرة اللي حاولت استعجلت فيها، حاولت تلعبها عكسية دي في الداون، اديتها التقدم 10-7، ثم كرة نقطة جزائية من حكم الفيديو. هو فعلا يعني حيالها امال المباراة مرة اخرى، يعني 56 دقيقة زمن المباراة لحد دلوقتي 2-2 في الاشواط، وهنلعب الشوط النهائي والحاسم. هانيا الحمامي اللي بتقدم عرض النهاردة ولا اروع، تستحق فعلا ان هي تلعب في نهائي بطولة كبيرة زي دي. نور الشربيني لسه راجع من اصابة، لكن بتحاول كده بخبرة بقى ان هي تكسب المباراة. شايفين بقى خريطة السكور كده بتاعت الشوط الرابع، كان فيه طبعا سيطرة باينة جدا لنور الشربيني زي الشوط اللي فات بالظبط، زي الشوط الثالث، لكن هانيا ما تنجحش بقى ان هي تتعادل او تفوز بالشوط، ونور الشربيني قدرت تختم الشوط بنقطه جزائيه كانت مهمه جدا بالنسبه لها كابتن تامر. طبعا، واعتقد انه هانيا هتخش في النص الاولاني من الشوط ده هتدي كل اللي عندها، هتحاول تتقدم طبعا عشان تضغط على نور الشربيني معنويا، فاعتقد ان هي هتبذل مجهود في النص الاولاني من الشوط جامد قوي، على حسب بقى هل هي هتقدر تعمل فرق ولا نور الشربيني هتقدر تمتلك الملعب، وبالخبره بتاعتها وبالكرات القاتله بتاعتها. يعني طبعا احنا في اخر شوط في البطوله كلها، وبدنيا ده مأثر شويه على هانيا من المجهود الكبير اللي هي عملته. دخلت دلوقتي في اكتر من 260 دقيقه على مدار مشوارها يعني في البطوله. ممكن الروح والحماس بقى اللي هانيا عودانا عليه يعمل عمل الفرق دلوقتي. طبعا هيعمل فرق، بس ما اعرفش بقى هتقدر هي يعني تاوفر كام الخبره بتاعت نور هنشوف يعني هيبان لنا من اول كرة كده، كانوا الاثنين مترقبينها ان هي تيجي في الحيطه ولا لا. نقطه سريعه اولى لنور الشربيني. نور طبعا برضو هتحاول تضغط من الاول عشان تكسب كام نقطه يوسعوا الفرق. ادي باين الكرات دي ما كانتش بتخسرها في الاشواط اللي فاتت، يعني كل الكرات العكسيه دي ما كانتش بتخسرها. بتروح على الفولي، كانت بتروح على الفولي وبتروح كويس، فواضح ان رجلها مش زي الاشواط اللي فاتت. ده اللي قلنا بقى عليه. والناحيه الثانيه طبعا نور الشربيني هتحاول تتقدم بكام نقطه قبل ما تبذل مجهود عشان تحفظ مجهودها للنص الثاني من الشوط. كوره جنبها فيها التوفيق، كانت هتبقى 4-0 ورجعت في حرف الصفيحه السفليه وتتعدي النتيجه 1-3. لا خبرة كبيرة جدا طبعا. يعني هي هانيا دلوقتي اتعصبت شوية، بتقول اعمل ايه؟ ما هم كانوا مش لاقي حل بقى. كانوا هيبقوا 5 نقاط متتالية لولا ان نور الشربيني حطت كورة في الداون. دي بقى الخبرة باينة قوي، هنشوف. الله يا نور، يعني قتال الحقيقة من الاتنين لعيبة.
نور بتحاول تحرك هانيا في كل ركن في الملعب، لكن هانيا على طول بقى بتحاول لغايه اخر نفس. رجلها مش شايلها زي طبعا، واحنا كنا متوقعين كده في الاول. لو وصلنا باين باين بدنيا طبعا صعب مع لعيبه زي نور الشربيني كمان. روعه، رائع. كره كروس كورت، كره عكسيه واطيه في اخر حته عند خط عند بوكس الارسال او صندوق الارسال. كره بعيده جدا. 2-5. يعني هي نور بقى عايزه تطول الماتش على نفسها شويه، يعني تدي واحده كده على الفرق وتجيب يعني تحبط شويه معنويات هانيا. نشوف بقى الوقت. دفاع جيد جدا من هانيا في الملعب. تحاول تبطئ كده سرعة الكرة شوية عشان تلاقي وقت، يعني تحاول تعلي الكرة كابتن طارق كده وتنوع الكرات يمين وشمال عالية عشان تلاقي وقت ترجع تاني نص الملعب بالظبط كده. لكن نور الشربيني بصراحة مش مديالها فرصة. يعني 6-3، منهم كرتين نور حطاهم في الدم. يعني حتى هذه اللحظة هي هانيا ما كسبتش غير نقطة واحدة اللي ضربتها الكرة العكسية السريعة. اهي ودي الثانية، دي كورتها اللي كسبت بيها النهاردة كور كتير قوي. يعني الباك هاند فولي بالنسبة لهانيا هو السلاح بقى بالظبط. 4-6. الله يا نور، واحدة بقى دروب شوت كده من نور الشربيني من الناحية اليمين زي ما احنا شايفين اهو، عايزة تخلي هانيا تتحرك لقدام، وفعلا قدرت تنجح تكسب النقطة بالكرة اللي فاتت دي. 7-4. رهيب من نور الشربيني يا كابتن طارق في النص قدامي من الملعب، استخدام رائع لامكانياتها الفنيه. حست بتعب بقى هاني خلاص. باين قوي، يعني باين عليها قوي قد ايه هي متاخره في الطلوع النص قدامي، حتى تشجيعها لنفسها دلوقتي مش زي الاشواط اللي فاتت. مش قادره بقى خلاص، تزعق الزيقه اللي كانت بتفوقها كده. 8-4. نور الشربيني متقدمه على هانيا الحمامي في الشوط النهائي. يعني خبطت كده هانيا، هي الكره فازت بيها طبعا نور الشربيني. تقريبا مضرب هانيا خبط في مضرب نور، بس الكره كانت وينر. يعني كره واقفه هي نور الشربيني زي الاسد في نص الملعب. تهيألي الكره دي المضرب اتعمل يعني مش عارف بقى خبط في الارض ولا وهي طالعه. مش عارف، غريبة شوية، ممكن تكون اتكعبلت فيه وهي طالعه باسمها مع، لكن نور الشربيني كانت واقفه في نص الملعب في مكان يعني امتلاك نص الملعب، وحطت الكره الناحيه الثانيه. بصراحه كره صعب قوي اي حد يجيبها حتى لو لياقته البدنيه، يعني في اوج لياقته البدنيه. كره نازله وينر في الحائط الجانبي، تتقدم بيها نور الشربيني 9-4، نقطتين على نهاية المباراة لصالح نور الشربيني، ومشوار طويل لهانيا الحمامي لو عايزة تعوض الفرق ده. شايفينها داخلة كده بحماس وبسرعة، هي بتتحرك بمنتهى السرعة، أكيد يعني الدقيقة دي ادتها شوية طاقة.
الله يا هانيا. يعني هانيا بقى مش عايزة تخلص المباراة كده، عايزة تورينا شوية فنيات بقى، وهتحاول ترجع تاني المباراة بواحدة دروب شوت رائعة. استفادت هي من الدقيقة دي كده، خدت نفسها التخذت نفسها، وبرضو رتم المكسب النقاط المتتالية لنور الشربيني اتكسر شوية. هنشوف الباقي. الله 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 الله، اتنين لعيبة يعني حقيقة بيقدموا لنا أعلى مستوى سكواش في العالم. وإحنا بنتكلم في الشوط الخامس يا كابتن طارق. الشوط يعني الخامس تعب بقى المفروض. صح يعني ستة تسعة لسه نور عندها فرصتين إن هي تقدر تجيب نقطتين وتفوز بالمباراة. هتضرب الكرة في النيك. طبعا حاولت نور كده تضرب الكرة تقتل الكرة من رد الإرسال، لكن ده تكرار بقى للشوط اللي فات صح؟ 9-4 9-7 بالظبط، يعني كانت نور متقدمة الشوط اللي فات 9-4 9-7. بس لو تفتكر هانيا أخدت الكرة فولي اتسرعت فيه شوية وجي في الداون بالظبط كده. هنشوف بقى نفس الكرة تانية. الملعب ولع بقى كده التاني خلاص، يعني الجمهور بقى عايز المباراه تطول اطول وقت ممكن. خلاص هو مفيش اشواط اخرى كابتن طارق. لا هم عايزين بقى يلعبوا لغايه 20 نقطه ولا حاجه. 8 9 بترجع بقى تاني هانيا الحمامي كده من 4 9 ل 8 9 وتحيي املها. قلنا مشوار طويل عليها وهي مشيته باقتدار لحد دلوقتي، يعني اربع نقاط متتاليه 8 9. النقطة بقت غالية قوي دلوقتي. الله 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 يا هاني، يعني السريخة بقى اللي ايه رجعت الروح تاني. خلاص بقى الكرة اللي فاتت دي رجعت كل حاجة عند هاني، وقفت ايديها كده وفي عكس اتجاه اللي النور رايحة عليها. شايف حماس كبير حتى من اعضاء مجلس ادارة نادي بلاك بول استاذ محمد رائف، عجبه جدا الاداء الاثنين لعيبه الحقيقه. يعني كام باك في شوط جوه الشوط من 9-4 ويعني وامال ضعيفه في اللحاق بالمنافس ل 9-9 بالعكس، واصبح الضغط على نور الشربيني يمكن اكتر دلوقتي. واضح اهو الضغط. نور الشربيني بتضرب كوره واطيه من الارسال، وست نقاط متتالية لهانيا الحمامي، وكرة المباراة لهانيا الحمامي لتحقيق فوز تاريخي. مرش على صفيح ساخن دلوقتي 10 9. الله الله، هانيا بقى اللي استعجلت هنا، يعني فين بقى الخبرة هنا؟ يعني نور بقى بتقول لا لسه شويه. واعصاب اعصاب ايه ان هي تحط الكره زي دي يا كابتن طارق في اللحظه طبعاً دي؟ طبعا بقى خبره كبيره الحقيقه، يعني اعصاب من حديد، عشان انا الماتش بول 10 10 تاي بريك، واللاعبه اللي هتفوز بالمباراه لازم تفوز بكورتين متتاليتين، والضغط تقلب على طول بقى. يعني مش قادره طبعا هانيا الحمامي، طبعا بتفكر في الفوز، يعني حقها حقها طبعا، لكن يعني كانت محتاجة تستنى شوية. سامعين الجمهور، الحكم بيزعق للجمهور وبيقول لهم يعني الهدوء. 11 10 ونقطة المباراة لنور الشربيني. مباراة رائعة. مباراة رائعة. لسه بقول لك يا كابتن تامر لسه. يعني مباراة كبيرة حقيقة. المميز في الاثنين ان ما حدش فيهم خايف، يعني في اللحظات دي عادة ما بيكون الحفاظ على الكرة أكتر، ولكن الاثنين بيهاجموا من أي فرصة. 11 11. يعني
ماتش بول هنا ماتش بول هنا يعني تاني ماتش بول، تاني نقطة مباراة لهانيا الحمامي. ايه رأيك كابتن طارق؟ عندي احساس ان هانيا هتخلص دلوقتي مش كده؟ يعني هي اكيد بقى معنوياتها دلوقتي في السماء. استعجلتش الكرة دي. دفاع مستميت من هانيا الحمامي وضغط من نور الشربيني. فرصة هانيا. وتفوز يعني بقى هانيا الحمامي تفجر مفاجأة البطولة كلها، تقدر تفوز على بطلة العالم. مش مصدقها يا كابتن تامر. يعني مسيرة مبهرة في خلال البطولة دي بصراحة. الفوز على اللاعبة رقم 3 على العالم، واللاعبة رقم 4 على العالم، واللاعبة رقم 7 على العالم، واللاعبة رقم 8 على العالم في سلسلة مباريات أداء أكثر من رائع، ومفاجأة كبيرة جدا يا كابتن طارق. يعني حقيقة شفنا مباراة، أنا شايف الجمهور لغاية دلوقتي بيسقف يا كابتن تامر. يعني الحقيقة مجهود كبير ومتعة متعة متعة من اتنين لعيبة. مباراة تليق فعلا بنهائي بطولة من بطولات يعني العظماء زي ما بيقولوا. في نقطة الفوز أهي. يا بص بص الرياكشن بقى. هانيا الحمامي مش مصدق. يعني عندك حق يا هانيا، ألف مبروك، مجهود كبير كبير كبير. ألف مبروك هانيا الحمامي، اللاعبة المصنفة رقم 10 على العالم، واللي أعتقد بعد البطولات دي ترتيبها هيتحسن كتير. على نور الشربيني بطلة العالم، حاملة لقب بطولة العالم الحالية، واللاعبة المصنفة رقم 4 على العالم وبطلة. 71 دقيقة زمن المباراة. يعني درس كبير بقى إن شايفين هانيا الحمامي ما فيش خوف، ما فيش أي حاجة غير إن هي عايزة تكسب، طمعانة تلعب لغاية آخر نفس. وكنت لسه بقول لك كابتن طارق بتهاجم في آخر لحظة، مش خايفة. هو ده البطل، دي شخصية البطل، اللي عايز يكسب لازم يلعب مظبوط، ولازم يعرف يكسب إزاي، ولازم ما يخافش. يعني تغير في نتيجة المباراة في آخر شوط من تقدم 9-4 لنور الشربيني، واعتقد ان معظم يعني المشاهدين كان توقعهم ان نور خلاص هتحسم وراه لكفاح ومشوار طويل قطعته واثاره بقى. طبعا مشوار طويل قطعته هانيا الحمامي عشان تتعادل مع نور 10-10 ثم تفوز 13-11. هارد لوك طبعا لنجمتنا بطلة العالم نور الشربيني. لسه بقول لحضراتكم هي مش جاهزه 100% البطوله دي، لكن ده طبعا ما يقللش من المجهود اللي هاني عملته طول البطوله، مش في المباراه النهائيه بس. شايفين مشوار الاثنين لعيبه اهو. يعني في النهايه طبعا نحب نبارك لهانيا الحمامي وهارد لك نور الشربيني، وننتقل الان للاستوديو التحليلي والزميل ايمن مصطفى. تفضل ايمن.